صباح الخير عليكم، كيف صبحتوا؟ لاباس. اليوم انا في واحد المدينه سيدي قاسم. نص الصباح دابا، تقريبا دابا راه 8. عرفتي الشوارع خاوين، حيت الناس اصلا ما كينعسوش بكري، مع الصاد كينعسوش بكري وفي الصباح ما كينوضوش بكري. هذا شارع هذا الشارع الكبير ديال الطوموبيلات والديور. دابا كنتسنى الكوتشي باش يدينا لبلاصتنا. هنا في مدينة سيدي قاسم داروا لهم الطاكسيات، وأون بليس ديال الطاكسيات داروا لهم الكوتشي. والله الا زوين، هادي ما كنتش فراسي. الكوتشي يعني كطريقه للمواصلات، ماشي بحال في مكناس خلاوه غير السياحه وكيديروا بهم المناطق البلايص السياحيه. ما هنايا لا، تيديك لاي بلاصه بغيتي. هذا مول الحليب، ها هو دايز غيفرق الحليب على الديور. جو زوين، ما كاين لا حراره لا والو في الحقيقه. دابا في الصباح كتشوفوا غير مولين الموتورات بالحليب، غادي يفرق الحليب على الديور. كيبقى دايز الدروبه على الحليب على الحليب، فرق على عنده الناس. عامر ما يبغيش يدينا، ما ديناش المحطه. محطه كاينه بلاصه. باش تغير الكوتشيات، الاكثريه الكوتشيات اللي في الشوارع. ها انت باش تو غير هما واحد القار. سيدي قاسم والله الا مصلوحين. انا في الوقت اللي جيت لهنايا تقريبا هادي واحد 12 عام، هاد الاصلاحات ما كانوش. دابا نقي انت باش تشوفوا دابا الباصه غادي المحطه يا كنديه. بعدا نشرفكم بنت خويا نادية. كي صبحتي لاباس؟ الحمد لله. صبر راه باقي كيصلحوا الاصلاحات، هذه طريق اخرى غادي يصايبوها. هادو الطاكسيات اللي كيمشيو القنيطره، حتى الطاكسيات بدلوهم داروهم جدادين ونقيين كما كتشوفوا. المهم ان انا كنصور هادشي للناس ديال يا سيدي قاسم باش يشوفوا بان البلاد. جلسوا هنا؟ صباح الخير.